السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بنموذج كتابي لمراقبة مستمرة خاصة بالمستوى السادس، إذن في مادة اللغة العربية، إذن الفرد الأول الخاص بالدورة الأولى. إذن لنبدأ مع مكون القراءة. إذن لدينا نص، سنقوم بالإجابة عن الأسئلة الخاصة بفهم المقروء، بعد ذلك سنمر لمكون التركيب، مكون الصرف والتحويل، ومكون الإملاء والتعبير الكتابي. إذن أولا لنبدأ بقراءة النص. إن الحضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر اعترافا وتحترم وجوده وفكره احتراما، وينشأ عن هذا الاختلاف حوار يبدي فيه كل طرف آراءه وانتقاداته في محاولة للوصول لنقاط تفاهم. إذن هنا الأصل أن نقول لنقاط تفاهم وليس تفاهم، أو حتى تحقيق التعارف على أقل تقدير. ومن هنا نجد أن الحضارات الحقيقية لا تتصادم ولا تتصارع ما دامت تسعى للحضور بمنهج إنساني. الحوار مبدأ أساسي ينص عليه الدين الإسلامي ويلح على اتباعه كأسلوب للتعامل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاور المشركين واليهود والنصارى ويجلس معهم جلسات طويلة ويدعوهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يسمح باعتماد العنف والشدة كمنهج للدعوة الإسلامية. إذن هذا هو النص الذي يتحدث عن الحضارة وكذلك يعني البعد الإسلامي في الحضارة. إذن الآن نمر إلى فهم المقروء. إذن السؤال الأول، ضع علامة في أمام نوعية النص، هل هو مقالة أو رسالة أو خطبة أو حكاية؟ إذن فالنص عبارة عن مقالة. ضع عنوانا مناسبا للنص. إذن سأقترح عليكم مثلا الحضارة الحقيقية. إذن سنكتب الحضارة الحقيقية عنوان مناسب لهذا النص، لأن النص في جوهره يتحقق أو يتحدث عن يعني مفهوم الحضارة الحقيقية. إذن السؤال الموالي، أستخرج أضداد الكلمات التالية من النص. إذن كلمة تنكر، إذن ضدها من النص تعترف. أكثر، إذن ضدها إذن من النص دائما. إذن نجد كلمة أقل، إذن هذه الكلمة إذن في النص على أقل تقدير. لاحظوا معي كلمة أقل، إذن فهي ضد كلمة أكثر. إذن أقل، قصيرة ضدها طويلة، أو قصيرة ضدها طويلة. إذن الآن نمر إلى السؤال الموالي، يظهر. إذن استخرج مرادفات الكلمات التالية من النص. إذن يظهر، إذن مرادف لهذه الكلمة إذن يبدي، إذن يظهر أو يبدي. يصر، هنا كلمة يصر، إذن كلمة يلح، إذن مرادف كلمة يصر يلح. إذن كلمة يناقش، إذن فهذه الكلمة إذن سنبحث عن مرادف كلمة يناقش. إذن يحاور، إذن لدينا كلمة يحاور، يناقش مرادفها يحاور. السؤال الموالي، ما هي الحضارة الحقيقية؟ إذن الحضارة الحقيقية حسب النص، إذن لاحظوا معي الجواب، فهو يعني في الجملة الأولى من النص، إذن هي التي تعترف بوجود الآخر وتحترم وجوده وفكره احتراما. إذن سنجيب عن هذا السؤال، إذن وسنكتب الحضارة الحقيقية هي التي تعترف
تعترف بوجود الآخر وتحترم وجوده. إذا تعترف بوجوده وتحترم هذا الوجود والفكر كذلك، وتحترم وجوده وفكره كذلك. إذا هذا هو تعريف الحضارة الحقيقية حسب النص. إذا الآن نمر إلى السؤال السادس، ما هو أسلوب الدعوة في الإسلام؟ إذا أسلوب الدعوة في الإسلام، إذا كما جاء في النص، يعني يعتمد الحوار كمبدأ أساسي، وكذلك فهو يدعو إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، إذا ولا يسمح بتاتا باعتماد العنف والشدة كمنهج للدعوة. إذا سنجيب، أسلوب الدعوة في الإسلام، إذا أسلوب يعتمد مبدأ الحوار والحكمة والموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة، إذا في نبذ تام للعنف والشدة، إذا كمنهج للدعوة. الآن سنمر إلى السؤال السابع، ضع علامة في أمام المرادف المناسب، جادل هل تعني لكما أو نازع أو اتفق؟ إذا الجدال هنا هو تنازع، إذا نازع. إذا الآن سنضع علامة أمام ضد الكلمة، إذا أعز هل ضدها أذل وأحقر أشرف أو أنبل أنقى وأطهر؟ إذا بالنسبة لكلمة أعز، فضد هذه الكلمة هي أذل وأحقر. السؤال الموالي إذا والأخير، يعني في مكون القراءة، ما جمع الكلمات التالية؟ الصحراء، إذا جمع كلمة الصحراء هي صحاري. صحاري، إذا جمع الكلمة الصحراء هي الصحاري. إذا هذه هي أسئلة مكون القراءة. إذا سنمر يعني الآن إلى مكون التراكيب. إذا لنتمم يعني الفرد الأول، فردنا الخاص باللغة العربية، مع مكون التراكيب. إذا السؤال الأول، استخرج الأفعال المضارعة المنصوبة من الجمل الآتية. إذا لدينا الجمل، سنستخرج الأفعال المضارعة المنصوبة وحرف النصب. إذا يسرني أن تنجحوا جميعا، إذا الفعل المضارع المنصوب تنجحوا، وعلامة نصبه هنا هو حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، حرف النصب أن. عليك بالصدق كي تسلم، إذا عفوا بالنسبة للفعل المضارع المنصوب هو تسلم، إذا تسلم، وحرف النصب هو كي. إذا الآن نمر إلى السؤال الثاني، أحول العبارات التي تحتها خط إلى مصدر مؤول. إذا سنعوض أو سنحول الفعل المضارع المنصوب مع أداة نصب إلى مصدر مؤول، إذا لتصبح لدينا جملة مؤولة. اعتادت الأم أن تستقبل الجيران في ذكرى المولد النبوي، إذا هذه الفعل المنصوب زائد أداة النصب سنستبدله أو سنضع مكانه اعتادت الأم استقبال، إذا المصدر استقبال، إذا سنقول اعتادت الأم استقبال الجيران في ذكرى المولد النبوي، اعتادت الأم استقبال الجيران في ذكرى المولد النبوي. التف الجميع حول التلفاز كي يستمتعوا بمشاهدة المباراة، إذا نفس الشيء هنا كي يستمتعوا، إذا سنعوضها التف الجميع حول التلفاز للاستمتاع، هنا بالمصدر مؤول للاستمتاع بمشاهدة المباراة. يسعدني أن تزور أقاربك، إذا سنعوض أن تزور بمصدر مؤول، إذا المصدر الذي سنكتبه هو زيارة، يسعدني زيارة أقاربك. يتمنى أن يتعلم، إذا أن يتعلم سنعوضها يتمنى التعلم، التعلم، يتمنى التعلم. إذا الآن سنمر إلى السؤال الثالث،
إذن السؤال الثالث، أدخلوا حرف جزم مناسب على الجمل الآتية مع الشكل التام. إذا تتهاون في متابعة دروسك عن بعد، إذا حرف جزم، إذا سنضيف لا الناهية، لا تتهاون، لا تتهاون في متابعة دروسك عن بعد. إذا يتمكن الأطباء من القضاء على الوباء بصفة نهائية، إذا لم يتمكن الأطباء، إذا الأصل أن نقول لم يتمكن، لكن لالتقاء ساكنان إذا سنحذف الحرف الأول هنا، سنحذف السكون وسنعوضه بالكسر، إذا نكسر الحرف الساكن الأول. لم يتمكن الأطباء من القضاء على الوباء بصفة نهائية، نمكث في منازلنا من أجل مصلحتنا ومصلحة وطننا. إذا سأضيف لام الأمر، لنمكث في منازلنا من أجل مصلحتنا ومصلحة وطننا. إذا السؤال الرابع، أقرأ الجمل وأتمم ملء الجدول. إذا لدينا جمل، من يلزم بيته يبعد عنه خطر الإصابة بالوباء. إذا حرف الشرط من، إذا فعل الشرط يلزم، جواب الشرط هو يبعد. إن تتابع دروسك تنجح في الامتحان، إذا حرف الشرط إن، جواب أو فعل الشرط أولا تتابع، إن تتابع، فعل جواب الشرط إذا هو تنجح. متى تحافظ على النظافة تمنح نفسك حماية؟ إذا حرف الشرط متى، فعل الشرط تحافظ، وجواب الشرط تمنح. إذا أصدقائي هذا فيما يخص أنشطة التراكيب. الآن سنمر إلى مكون الصرف والتحويل. إذا بالنسبة لمكون الصرف والتحويل، نبدأ مع السؤال الأول، استخرج الأفعال أو يستخرج الأفعال وحدد نوعها. إذا هل هي فعل أو هل الفعل صحيح أو معتل؟ إذا سنقرأ النص وسنحدد الأفعال التي سنضعها في الجدول. إذا الكتاب وضع الكلمة المقروءة في المركز وفتح المجال للتعمق في الموضوع المطروح للنقاش، مقابل ذلك عارض التلفزيون القضايا بصورة سطحية وبث برامج غير غنية من الناحية الثقافية، إذ جذب العين بدل العقل مستخدما عوامل الإثارة، فنشأ جيل جديد وصف المربون فهمه للعالم منقوصا وسطحيا. إذا هذه هي الأفعال المتواجدة في هذا النص، وضع، فتح، عرض، بث، جذب، نشأ ووصف. إذا لنبدأ مع وضع، إذا فعل معتل أول، وضع، فتح فعل صحيح، عرض كذلك فعل صحيح، بث فعل صحيح مضاعف، جذب فعل صحيح، نشأ فعل معتل، وصف فعل معتل. إذن هذه هي الأفعال المعتلة والأفعال الصحيحة في هذا النص. الآن نمر إلى السؤال الثاني، أحول الجملة التالية إلى المضارع، أخذ الكتاب من فوق الرف. إذن يأخذ، إذن سنقول يأخذ الكتاب من فوق الرف. أحول الجملة التالية إلى الأمر، مدت له المساعدة. إذا سنقول مدي، إذا في الأمر مدي له المساعدة، أنت مدي له المساعدة. إذا مدت له المساعدة، مدي له المساعدة. الآن نمر إلى السؤال الرابع، أحول الجملة التالية إلى الأمر، إذا قالت كلاما طيبا، أنت قل، إذا أنت قل كلاما طيبا، أنتما قلا كلاما طيبا،
أنتم قولوا كلاما طيبا. أنتن قلنا كلاما طيبا. السؤال الموالي، السؤال الخامس، وحول الجملة التالية إلى المضارع مع الضمائر. وضع الكتاب في مكانه. أنتما، إذن في المضارع أنتما تضعان الكتاب في مكانه. إذن سنصرف فقط الفعل، أنتما تضعان الكتاب في مكانه. أنتم تضعون الكتاب في مكانه. هن يضعن الكتاب في مكانه. هم يضعون الكتاب في مكانه. إذن هذه هي أنشطة الصرف والتحويل. الآن سنمر إلى أنشطة الإملاء. إذن نتمم مع مكون الإملاء. إذن أصحح الكلمات التي تحتها خط. إذن يعني هنا ليس لدينا خط. إذن المطلوب من السؤال هو أن نضع الهمزة المناسبة. إذن إيمان تصلي في، إذن الكلمة البيت، إذن البيت سنضع همزة الوصل. إذن الكلمات إذن المتضمنة للهمزة سنحدد فقط هل هي همزة وصل أو همزة قطع. إذن لا أحب أن، إذن بالنسبة لي أن همزة قطع. أكون كذلك همزة قطع، أكون متسرعا. إذن الآن نمر إلى السؤال الثاني. أصنف الكلمات التالية حسب الجدول. إذن همزة وصل أو همزة قطع. إذن أخذ همزة قطع، ابتسم همزة وصل، أمسى همزة قطع، انتبه، إذن هنا لدينا فعل الأمر، انتبه همزة وصل، انبهار كذلك همزة وصل. إذن الآن نمر إلى السؤال، عفوا، إذن السؤال الموالي، السؤال الثالث. أكتب أو أكتشف الخطأ أو أصححه في الجمل التالية. إذن الخطأ هو أن يعني لدينا كلمات و يعني غير متضمنة للهمزة. إذن سنصحح الأخطاء. كتبت رسالة أهديتها لأمي. إذن سنضيف الهمزة. كتبت رسالة أهديتها لأمي. استمرار الاجتهاد يؤدي إلى النجاح. إذن استمرار همزة وصل، الاجتهاد همزة قطع، يؤدي إلى همزة قطع، النجاح همزة وصل. استمرار الاجتهاد يؤدي إلى النجاح. إذن السؤال الرابع، أكتب ما يملى علي. إذن سؤال خاص بالقسم. إذن كل أستاذ سيملي ما يراه مناسبا على تلاميذي. إذن نمر الآن إلى التعبير الكتابي. إذن نص الموضوع، بلغك مرض أحد أصدقائك المقربين. أكتب رسالة إليه تسأله فيها عن أحوالي وأتمنى له الشفاء العاجل. إذن أقترح عليكم هذا النموذج للاستئناس ولأخذ فكرة عن كيفية كتابة رسالة شخصية. إذن بالنسبة لهذه الرسالة فهي تعتبر من الرسائل الشخصية. إذن أنا كتبت مثلا رسالة من سيدة تدعى آسيا متوكل إلى صديقتها، مثلا إلى فاطمة متوكل، أو أحد إحدى قريباتها. إذن العنوان، لا ننسى العنوان والتاريخ، الرباط 20 نوفمبر 2021، مثلا صديقتي فاطمة، وبعد، لقد بلغني أنك طريحة الفراش وتعانين من مرض مزمن، لقد آلمني سماع هذا الخبر وأتمنى لك الشفاء العاجل، وأبلغك أني سأزورك في نهاية هذا الأسبوع للإطمئنان عليك، وفي انتظار لقائك أتمنى لك الشفاء العاجل والسلام آسيا متوكل. إذا بطبيعة الحال شخص مريض لن يتسنى له يعني الوقت والجهد و يعني الطاقة لأن يقرأ رسالة طويلة جدا، ويجب الاختصار في مضمون الرسالة فهي تعتبر رسالة شخصية. إذا أصدقائي بهكذا ننهي هذا الفيديو الخاص بالنموذج الكتابي لفرد الأول في اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي، طبعة يعني ليس طبعة ولكن يعني موسم دراسي ل 2021-2022. أتمنى لكم متابعة طيبة. إذا مع باقي النماذج إن شاء الله التي سننزلها طيلة هذا الأسبوع المخصص للعطلة للاستعداد الجيد للفروض المقبلة إن شاء الله، دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.